اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مفتاح الماضي. انتوا بتسمعوا بيوسف احمد، وقبل ما ابتدي في حكاية النهاردة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير على قد ما تقدروا، وتعالوا مع بعض مع حكاية النهاردة. صحيح ان نابليون بونابرت طلع براءة من تهمة كسر مناخير ودقن ابو الهول، الا ان دي مش الحكاية الوحيدة اللي ليه مع الاثار المصرية. لما ساب مصر ورجع سنة 1799 لفرنسا، كان متعلق في رقبته سلسلة من آثار مصر القديمة على شكل معين. بيقال إن من ساعتها والحظ بقى ملازمه، شعبيته بقت في السما، ومعارك وحروب دايما يطلع منها الغالب، وبلاد أوروبا كلها بقت تحت أمره، لحد ما اتجوز للمرة التانية وخلف ابنه نابليون الثاني، اللي أول ما اتولد راح نابليون فاكر إنه اتملك الدنيا وما عليها، امبراطورية في غاية القوة والسطوة والنفوذ وولي العهد. أم نابليون قالع السلسلة ومديها لأول شخص كان جنبه لحظتها، وقال أنا ما بقتش محتاجها خلاص. ومن ساعتها الحظ اتخلى عنه وسابه قدام هزايم وانكسارات ملهاش حد، ونهايتها كانت بوفاته منفي في جزيرة سانت هيلانا سنة 1821. وآدي آخرة اللي يغدر بالمصريين وينكر جميلهم. أتمنى أكون أمتعتكم، ونتقابل في حكاية جديدة وعجيبة جديدة من الماضي.